مشاهدينا الكرام وفي قناة نوميديا ومتتابعي برنامج وسط الدار، مرحبا بكم وين ما كنتوا في هذا الأمسية وين تكون كل العائلات أو معظم العائلات الجزائرية ملمومة. إن شاء الله نكونوا خفاف عليكم. مشاهدينا كما راكم تلاحظوا طلينا عليكم بحلة جديدة مناسبة بالعام الجديد، ونتمناو عام سعيد وصحة ولهنا والمزيد من النجاح لكل اللي راهم يتابعوا فينا، وإن شاء الله تكونوا ريحتوا في هذه العطلة الشتوية، وخاصة الأطفال يكونوا نقصوا شوية من الضغط تاع الدراسة. مشاهدينا في كل مرة كما عودناكم نناقشوا موضوع بحضور أخصائي على حسب ذلك العدد. ما تنساوش تراسلونا عبر صفحة فيسبوك برنامج وسط الدار، تبعتوا لنا آراءكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم لما لا. مشاهدينا نروحوا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مجددا. إذن الخيانة بشتى أشكالها وأنواعها أبشع ما قد يتعرض له المرأة، ولا توجد هناك خيانة بيضاء أو سوداء. فالخيانة في مجملها سلوك غير سوي من الشخص ينمي عدم الأمانة والثقة. في الآونة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي ظهر نوع جديد أطلق عليه الخيانة الإلكترونية، وهذا هو موضوعنا لعدد اليوم. لأهمية الموضوع ارتأينا نقسمه إلى ثلاثة محاور. في المحور الأول سنرى كيف غيرت تكنولوجيا الاتصال الحديثة نمط عيش الأسر الجزائرية، ثم سنتحدث عن الأسباب النفسية التي تقف وراء الخيانة الزوجية الإلكترونية. وبالطبع موضوع الخيانة الزوجية الإلكترونية يجب أن نستعرض فيه رأي الشرع في هذا الموضوع. إذن مشاهدينا الآن نرحب بالضيفة اللي راهي حاضرة معايا، السيدة فاطمة حواس، دكتورة في علوم الاتصال والإعلام. هكذا سيدتي، علوم الإعلام والاتصال، يعني كيف كيف. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا، شكرا لكم على الدعوة. شكرا لك عواوش، مرحبا بك. بك وهلا. عام جديد. عام جديد. أنا عندي أنفو ان شاء الله وليدي يخطب باش يتزوج ان شاء الله. يوسف مرحبا بك. الله يسلمك، مرحبا. عام حلو ان شاء الله، معمر بالهنا ودراهم ان شاء الله. مرحبا بكم ايمان، مرحبا بليكيب وسط الدار، ومرحبا بالمشاهدين، وان شاء الله يدخل علينا عام 2019 بالصحه والهنا والامن والامان. شكرا لك أمال. إذن مشاهدينا الكرام دعونا نتابع هذا التقرير حول ما مدى سيطرة الهاتف النقال والدردشة الإلكترونية على عقول معظم الجزائريين. نتابع ثم نعود لتحليل والنقاش. استحوذت مواقع التواصل الاجتماعي على عقول معظم الجزائريين إلى درجة أصبحت الهواتف النقالة تغني الكثيرين عن الاجتماع بعائلاتهم أو التواصل الحقيقي مع أصدقائهم. الظاهرة لم تستثني حتى المتزوجين، فكثير منهم أصبح يفضل الدردشة مع صديق أو صديقة افتراضية لتتطور العلاقة إلى خيانة إلكترونية مكتملة الأركان. أكثرهم رجال، من بعض النساء استغلوا الفرصة انتقام من الرجال، استغلوا هذه الفرصة كذلك. الرجال. في أشخاص الخيانة موجودة في دمهم، يعني هم يشوفوها من باب البطولة، من باب المروءة، من باب الرجولة. يقول لك البسمة ثم كذا ثم حتى نطيحوا من صيادة الشيطان. الشيطان راه يتسرب من عيوبنا، يعني إذا كان واحد متزوج وراه عنده ولاد ومكتفي بزوجته وولاده، يعني من الأحسن أنهم كما يقولوا ما يروحوش يتشاتشي مع النساء، فلذلك يتشاتشي كما يقولوا عندنا مع الرجال اللي مثله. شوية راهو ضغط علينا، راهو ضغط علينا، خاطش ما نقدروش نخالفوا أوامر الله عز وجل. دخولها بيان سور تشوف على الفيس بزاف هذا الفيسبوك. باك ماشي يفتي روحه، يقول لك مثنى وثلاثة وربع. يعني احنا نقولوا باللي الرجال يطيح في الشبكة كيف يقولوا بالدارجة. رانا نشوفوا في الزوج عنده مرته صح في الدار، وممكن مأدية دورها كما ينبغي، ممكن أنها يعني عطيته يعني كلش، وتشوف فيه مداير فيسبوك واحد اخر، ولا حب يدخل في تجربه مع واحده اخرى، ولا يخون يعني زوجته كسوسوا في الموقع التواصل ولا برا. جلسه لساعات وخلوه الكترونيه
لا تخلو من بعض عبارات الحب والغزل، وجه آخر لعلاقات افتراضية فضل عدد من الأشخاص المتزوجين إشباع رغبتهم فيها بحثاً عن الرومانسية المفقودة داخل جدران بيوتهم. أنا للويزا حامد. سيدتي خلفت تكنولوجيات الاتصال الحديثة وعلى رأسها الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي، سلوكيات يعني جديدة على مجتمعنا الجزائري وحتى على المجتمعات الأخرى، من بينها الاغتراب، نكون قاعدين في بلاصة وكامل كل واحد لاتيب الهاتف نتاعو. يعني كيف أثر هذا الأمر على التواصل ما بين الأزواج خاصة؟ باش نجيو لهذه المرحله لابد ان نتحدث عن، دائما لما نتطرق الى موضوع لابد هو نتيجه، لابد ان نعود الى الوراء الى اصل الشيء ثم نتقدم الى الامام لنتحدث عن ابعاد هذه الظاهره. لانه لما نتحدث على الخيانه الزوجيه هي نتيجه، ما هي مسبباتها؟ من بين المسببات يقال أنه وسائل التكنولوجيا الحديثة، ونشوف الظاهرة ككل، يعني الظاهرة ليست بجديدة على المجتمعات إنما قديمة جدا، لكن الآن ظهورها للعلن ساهمت فيها وسائل الاتصال الحديثة. لأنه في الأنماط الاتصالية أو أشكال الاتصال القديمة كان اتصال شفهي، حتى لو تحدث خيانة زوجية شكل الاتصال يحصلها مباشرة، يعني إما في الأسرة أو العائلة الكبيرة نوعا ما، ولا في نطاق الحي فقط. لكن الآن يعني الميزة اللي عند التكنولوجيا الحديثة أنه تسهل منها، يعني مباشرة خيانة زوجية تنشر الخبر يصبح للعلن، وهذه التكنولوجيا يعني اقتحمت البيوت يعني بطريقة رهيبة. والجزائر دائما نحن نستقبل التكنولوجيا دون تحضير نفسي لها، لأنه يحدث الانبهار بالآلة بالوسيلة وبخبايا هذه الوسيلة وما فيها. مثلا يعني الانبهار بالوسيلة هو الذي أدى إلى الاغتراب، يعني كل واحد يعني مختلع يعني مخلوع بالدرجة أو منبهر بتلك الوسيلة والاستخدام، ودائما الاستخدام يؤدي إلى الاستحواذ، أنه الوسيلة التكنولوجية بعد تستحوذ على الإنسان، تستحوذ على وقت على جهده على كل، بالتالي لا يجد وقتا إلى المحادثات العائلية بما فيها الزوجية. لأنه لو نتحدث على التكنولوجيا الاتصال الحديثة نتحدث على كرونولوجيا، يعني أو أربع مراحل عرفتها الخيانة الزوجية، بداية بالتلفزيون كالثورة الأولى يعني أو الموجة الأولى. مثلا التلفزيون لما أتى بنمط جديد عن النمط التقليدي المتعارف، أو على أساس أن المتلقي كان يعرف فقط التلفزيون العمومي، يعني النمط متساوي إلى حد ما مع النمط لديه، لكن لما انبهر بالمقعرات الهوائية ويعني النمط، وبالتالي زادت متطلبات حياة، ثورة نفسية أتبعتها متطلبات اجتماعية، من بين هذه المتطلبات الاجتماعية خروج المرأة للعمل ايضا، هذه كموجه ثانيه، خروج المراه للعمل. المراه كانت تعمل منذ القدم، لا لكن بشكل اكبر نتحدث عن شكل، اصلا كانت تعمل في قطاعات معينه، لكن بعد الثوره التكنولوجيه لما شافوا نمط مغاير للنمط الاخر بدات متطلبات، بين هذه سوق العمل اقتحامها في، وبالتالي كل هذه. ومن بعد كيجي الاجتماعي انه المراه صرا لها يعني استفاقة فكرية، ما ولاش تقبل الإهانة ولا الذل. زادت متطلباتها كثيرا عن المرأة له، يعني نتحدث لا على لأنه لما نتحدث على المرأة نحن نتحدث على الزوج، لأنه كلها تأثيرة. لما نقول بيناتها ودارت القرون فوالا، لأنه لما تطلب هذا المفهوم، لكن هي لما تطلب متطلبات، يعني هي ثورة على نمط حياة معين ثم تطالب الزوج بذلك، الزوج غير بإمكانه لا ماديا ولا ثقافيا، ولا ما تحدثوا ثقافيا حتى هنا تدخل عائلة. الزواج في الجزائر ما هو الزواج بين شخصين، يعني تقريبا هو زواج بين عائلة. هذه بكري كانت تشوف بالك لوستها ولا مرت لوسها شرت حاجة تروح تقول له شري لي، هذا ما هوش سبب التكنولوجيا، مش كان في حدود يعني. لكن الآن ما كانتش تشوف أنه مثلا نمط علاقة زوجية على المسلسلات وما تسمى بنظرية الغرس الثقافي، احنا ندرسوها في الإعلام والاتصال وكيف تؤثر في اللاوعي الإنسان. يولي يطلب أمور يعني فوق طاقة الزوج، وبالتالي هذه الثورة الثانية أو الموجة الثانية. جاءت الموجة الثالثة يعني اللي عززت من الخيانة الزوجية، هي ظهور الهاتف النقال كما تفضلتي في السؤال تاعك، أنه الهاتف النقال أيضا أصبح ما يسمى بالهاتف الخلوي، بمعنى الخلوي يعني تختلي
تختلي عن الآخر، وهنا تبدأ يعني السقوط في أرقام يعني خاطئة، ومنها تبدأ العلاقات، ومن بعد مباشرة أتبعتها الموجة الأخرى وهي موجة الإنترنت كموجة رابعة. والإنترنت اللي يعني كانت أحدثت شرخ كبير في التماسك العائلة، بحيث أنه كل واحد يعني عنده فضاء خاص به، أنتج أو أنتج فضاء خاص به. نعم. بعيد عن الفضاء العائلي. نعم، بعيدا عن الفضاء العائلي، ما هي الحاجات اللي شبهها يعني الفضاء الافتراضي ولا يجدها الأزواج في يعني فضائهم الواقعي في عالمهم الواقعي؟ هنا قبل أن نتحدث دائما قلت لك على نتيجة، نتحدث على كيف هو هذا الواقع من كل النواحي. نعم. من نواحي اتصال، أولا الأسرة الجزائرية غير مبنية على ثقافة الحوار والاتصال داخل الداخلي، لا توجد كمؤسسة ليس لديها اتصال داخلي وحتى اتصال خارجي، لأنه المجتمع هو الذي يضغط على الأسرة. وبالتالي كما يقول إيميل دور كان المجتمع هو الإله، وبالتالي الأزواج يعيشون للمجتمع وليس لذاتهم. نعم. يعيشون الشاب يعيش لإرضاء أمه قبل زوجته وهكذا، هذا يعني أنه يعني لكن في تدخلات يعني في العلاقة. الواقع أيضا ما يؤدي أن وسائل التكنولوجيا الحديثة يعني فرغت، ونرجع ممكن المحور الثاني علم النفس. نعم. سيستفيض في هذا الشأن أنه المرض نفسي جنسي، لأنه تروح إلى المحاكم الآن يقول لك باللي نسبة 80% من الطلاق، أسباب الطلاق 80% هي الأسباب الخفية، الأسباب الخفية قبل ما نروحوا للخيانة، هي مشكل جنسي بين الزوجين. هذه كلها تنعكس على سلوكات، لأنه الحرمان العاطفي أو الحرمان الجنسي، وبعد إلى اضطرابات في الشخصية، ثم تؤدي إلى سلوكات ظاهرها أنه مشكل اجتماعي أو اقتصادي. يعني هذا الحرمان رح يتوفر، الحرمان في فيما بعد يولي الإنسان يولي يحوس على عالم يهرب من عالم حقيقي واقعي ليحس فيه بالألم، إلى واقع آخر يبحث عن ملذات أخرى أو منافذ أخرى. نعم. لإشباع رغبة فيه، وبالتالي يلقى هذا الفضاء أو الوسيلة معنى. نعم. النظر لما تميز به يعني. نعم. سهولة الوصول إلى الآخرين والتواصل معه أيضا. نعم. أنها تكون سرية، يعني الخيانة هنا تكون سرية، محو المحادثات، الدخول إلى الهاتف بأرقام سرية، كذلك موقع التواصل الاجتماعي. نعم. وهذا هو الأمر، يعني كل هذه من معزز أيضا الخيانة تكون غير مرتبطة بمكان وزمان، وإنما متوفرة. نعم. في كل وقت. سيدتي، هل يمكن للعائلة أن تسترجع يعني نمطها القديم دون أن تتخلى على هذا التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي؟ شوفي أكيد، لأنه هنا نتحدث أنه لا يمكن، هنا لا يمكن يعني. أن هنا لا يمكن أن نتحدث عن التخلي، وإنما عن المسايرة وعن الوعي، أنه مستوى الوعي في استخدام هذه التكنولوجيا حتى لا تستحوذ علينا، لأنه من تداعيات الاستحواذ أنه يقلب الموازين الأخلاق ويرجع الفضائل أنها رذائل. هذا هو الأمر، عليكم أن يعني دراسة مسحية فقط على ما ينشر في الفضاء الإلكتروني أو الفضاءات التواصل الاجتماعي، يعني على مستوى التعليقات والمواضيع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو حتى البرامج التلفزيونية ذات التوجه يعني الاجتماعي في إطار هذه المشاكل أو الفضائح، تلقي يعني التعليقات نسب التعليقات. نعم. رهيبة جدا. ولو حتى أنه لو نديروا يعني تحليل نفسي، تحليل المحتوى، نتعلموا من منظور اتصالي دائما، لو ندير دراسة تحليل محتوى لتلك التعليقات. نعم. صدقيني الأمر يعني دراسة نفسية ستنبئ عن أنه مجتمع مريض يعني يعيش في تناقضات، ولو كانت دراسة اتصالية سنجد أن المجتمع يعيش ثقافة جماهيرية متدنية جدا، يعني غارقة في التفاهة، يعني الأمر من ذلك أنه يعني انخرط في هذه الثقافة الجماهيرية الجميع نخبة وعامة. شكرا لك سيدتي، وصلت الفكرة. مشاهدينا نروح إلى أول فقرة معنا اليوم، وهي فقرة قاعدة وحكاية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مدام عواوش تفضلي. إذا تفضلك، احنا دخلنا على الراجل هكذا الخيانه الزوجيه، رانا في واحد الوقت راهي بعض ثاني ماشي نسبه كبيره، بعض من النساء ثاني دخلت راهي ولات توندونس معمعه كبيره. انا نقول اليوم اللي ما صبرت ما بنت الدار، ومنا نروي قصتي. القصه هي تاع شاب وشابه، هي انبهرت هاد الشابه بهاد الشاب الجميل، اتزوجوا وبداوا الحياة الزوجية، كرالها بيت بهرها بالمال والسيارة. بعد ما تزوجوا بدات بشوية المأساة
كانوا عايشين لاباس بهم، وبدات الانترنت والاخر تعرف على امراه يروح بلا ما يقول بقاو على خير، خلى مرتو الزوجه تاع الحلال وراح الى لا في فيرتوال، وبدا من وحده لوحده من وحده لوحده. هي عاشت وحدها مع داك الوليد، زاد داك الوليد وبدات الماساه، تكري منا تخدم منايا شويه الوالدين. الولد هذاك خلاتو عند نوغيس، لا نوغيس هذيك راحت وخلاتو عند مرا واحده اخرى، وصبحنا هنايا في ماساه. الطفله ناضت تخدم في مستشفى جامعي، ثم عاودت صابت وليدها بفضل الصور الالكترونيه في الانترنت، صابت وليدها. في يوم من الايام سيدي راجلها الخائن بعد ما شبع ومازال من ورده الى ورده، في يوم من الايام هو حل هذاك الفيسبوك يشوف تصويره مرته وليده، تحركت عاطفه الابوه، تحركت وقعد يبحث، عرف بلي الزوجه المهجوره اللي خانها هذه السنين تعمل في المستشفى الفلاني، وهو جاي للمستشفى باش يبدا يبرع هو اللي همه هذاك الطفل. صدمته السياره، يدخل للسبيطار، عملية جراحية يحتاج إلى دم. دوك انتم تقولوا لي يستاهل وغزال وربي، لا لا، هذيك الزوجة اللي عاشت في المأساة وخانها زوجها وراح وخلاها، هي اللي تقدمت باش تمد الدم لزوجها. نقولوا بيان أب وليدها خلعوا فيها لتما الأطباء لأنها عاملة في المستشفى. وأنا نقول بعد ما عطات له الدم وعاودوا ولاو الا سمحت له وعطات له يعني فرصه اخرى للعيش، انا نقول يا مرا كوني متسامحه في بعض من الاحيان. une femme amoureuse est une esclave qui tend ses chaînes à son maître. هذا ما كان. شكرا لك عواوش. سيدتي كلمه اخيره واش تقدمي لنا في موضوع اليوم؟ يعني نروح لما نتحدث على الخيانة الزوجية، خليني فقط نتحدث على الإلكترونية بالضبط، لأنه الخيانة الزوجية تطور مدلولها مع تغير نمط الحياة ووسائل وآلياتها، يعني آلياتها. خليني نتحدث على الرواسب الثقافية ومنها الدينية اللي تكون بالتنشئة الاجتماعية يتربى عليها الطفل. مثلا نشوفوا احنا الطرفان يدخلوا على علاقة زوجية وهم محملين برواسب يعني على الحياة الزوجية وكأنه داخلين في حرب، وبعدين يولي الاختزال، الرجل يرى نفسه في أفضل ما فيه والشريك الآخر في أسوأ ما فيه، والعكس يعني المرأة ترى في أفضل ما، وبالتالي هنا لا يحدث الطلاق. لأنهم المجتمع دائما أول حاجة هنا لازم نسأله، هل الطلاق سلبي في حد ذاته؟ هل الطلاق سلبي في حد ذاته؟ إذا هضرنا من الموروث الثقافي نتاعنا والديني نتاعنا، نحن نراه سلبيا، لكن المجتمعات مثلا ناخذ المجتمع الإنجليزي 70% نسبة الطلاق، لكنه هو متطور. يعني لكن احنا المشكلة أنه إرضاء دائما للمجتمع وأنه النظرة الدونية التي يعني يعطيها المجتمع عن الطلاق على أساس أنه مركز اجتماعي متدني بالنسبة خاصة بالنسبة للمرأة، والزواج في حد ذاته هو مركز اجتماعي مرموق بالنسبة للمرأة، يعني ولد تعززه قصص وأساطير وأمثال شعبية. اسمحي لي فقط نكمل هذه الفكرة. مثلا تقول لك أنا المهم أديت راجل أواجه به المجتمع، المهم أني متزوجة، لكن المشكلة هنا لا نتحدث عن التنافر النفسي ما بين الزوجين، يعني هما متباعدين، وهذا هو السبب، يعيشوا فقط لإرضاء المجتمع. نعم. ثم يحدث صراع نفسي، يقولوا يحوسوا على الآليات أو فضاء أو منافذ تخرجهم عن هذا الصراع لأنهم يرضوا المجتمع فقط. هنا تحدث الخيانة الزوجية. شكرا لك سيدة فاطمة حواس، دكتورة في علوم الإعلام والاتصال. شكرا لك. مشاهدينا أنتم ابقوا معنا، نستقبلوا ثاني ضيف معنا في عدد اليوم. أهلا بكم.
بكم مجددا لتلحقوا بنا اللحظة، رحبوا بهم ونذكروا بموضوع اليوم هو الخيانة الزوجية الإلكترونية. أكدت بعض الدراسات أن أغلب العلاقات الإلكترونية تبدأ بالتعارف ثم الكلام المعسول والإعجاب وبعدها الوقوع في الفخ. هنا يطرح التساؤل ما هي الأسباب النفسية للخيانة الزوجية الإلكترونية، ولمناقشة الموضوع من الجانب النفسي أستضيف السيد جمال عفرون أخصائي في علم النفس. تفضل سيدي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لكم على الدعوة. إذن مشاهدينا احنا نروح نشوف هذا التقرير ونعود للتحليل والنقاش. فرضت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عادة جديدة لم تستثني الرجال والنساء المتزوجين، أهمها قبول صداقات افتراضية والغوص في عمق الحياة الشخصية مع هؤلاء الأصدقاء، وذهبوا بعيدا إلى غاية وقوع الخيانة الزوجية إلكترونيا، غير أن المجتمع قد يتقبل الأمر إذا صدر عن الرجل، إلا أنه لا يرحم المرأة. كاين بنات نعرفهم يجوزوا عليك مزوجينا، والله العظيم مزوجين يجوزوا عليك حجاب القدر ريسبيكا، وبعد كي تدخلي الفيسبوك تلقايهم سيفيليزي. ما انت ما شغل يديروا واحد التصور ما تمنيش، ما تيماجينيهمش. عم داري على فيسبوك يسيو يهضروا معايا ايتو ما لقيك على بالهم باللي كاين غولاسيون. انا نشوفو نساء بزاف هما اللي هم يخونوا الرجال والراجل يحليلو. اللي شفتهم نعرفهم كاين نساء يخونوا زوجاتهم في زواجهم، عفوا في ازواجهم في الموقع التواصل، عندها وشحال من صديق وعندهم ومخبيه على راجلها. انا كمواطن كما يقول لك ما نقبلش مرتي تكون عندها فيسبوك ويكونوا عندها دي زامي، ما بيسك ما نقدرش نتقبلها. يحكم عليك لابخوف. فوالا. نساء تاع الجزائر هذوما حاشا اللي ما استاهلهاش، كاع خداعين، تلقاها مزوجه وتكونيكتي مع واحد اخر وحتى وين تلحق يطلقوا وكذا. فيسبوك هذا خسر المجتمع تاع الجزائر. ليبقى غياب الاتصال والثقه بين الزوجين السبب الرئيسي لانهيار العلاقه الزوجيه. إذن سيدي كتعليق على تقرير، لماذا اصبح الازواج يخونون بعضهم افتراضيا؟ يعني ما هي الاسباب؟ يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم نقول لكم السلام عليكم، نعاود نشكركم على الاستضافة اليوم على الدعوة هذه. بالنسبة للأسباب هي متعددة، من بينها وعلى رأس القائمة تاع الأسباب هي شخصية الفرد، سواء بالنسبة للزوجة سواء بالنسبة للزوج، هذه بالنسبة للأفراد المتزوجين. بالنسبة للشباب كذلك، بالنسبة للبنت وبالنسبة للولد. نعم. بالنسبة للأسباب نعود نتطرق، وبالنسبة خاصة الأزواج الأسباب. نعم. الخاصة بالأزواج نتكلم على الشخصية، هي كاين عدة شخصيات اللي تشجع ولا شخصيات اللي يمكن أن تؤدي إلى خيانة زوجية، من بينها الشخصية الحدية. الشخصية الحدية تتميز بالاندفاعية، تتميز بالقلق، تتميز بالخوف، بالخوف من هجر الرفيق أو الزوج، لذلك أنه كما أقول لك عندها عدة سلوكات كأنها عناد، كأنها تأر بالنسبة للزوج. وكاين عدة أسباب واحدة أخرى ما نقدروش كما أقول لك نطرقوا لهم كامل، مي أغلب الأسباب خاصة الجانب النفسي هو كما أقول لك الشخصية الحدية. قلنا بلي الأعراض تاعها هي تتعلق سواء بالخوف من هجر الرفيق الزوج يعني، او التأر بالنسبه كما نقول لك اذا كان قام بسلوكات اللي يعطيك صحه، اذا كان قام الزوج بنقص او انقاص من القيمه تاع الزوجه هي راح تقوم كما نقول لك برده فعل، رده الفعل راح تكون كما نقول لك غير عاديه بطبيعه الحال، وحت تلجأ الى الخداع. هذه بالنسبه خاصه انه من مميزات هذه الشخصيه انه ما عندهاش اتزان في العلاقات الشخصيه، انه هي راهي مع الزوج تاعها ما بصح وشنو ما تكتفيش بشخص واحد، دائما تحوس على بديل ولا دائما تحوس على كما نقولوا احتياط. بارك الله فيك، هي عندها هذاك الخوف هو اللي يدفعها للاحتياط، هذاك الخوف هو اللي دائما كما نقول لك يخليها عدم اتزان في الجانب الانفعالي والعاطفي. يعني هي حالات هي مرضيه خاصه. بارك الله فيك، هي خاصه كما نقول لك هذا الامر اللي يخليهم لاخر هي الفارغ العاطفي اللي يكون لدى هذه الشخصيات. سي بور سا دائما كما نقول لك يحوسوا انه الاحتياط، دائما ما يكتفيش بواحد، ما يكتفيش انه يعرفوا واحد، يعرفوا زوج ثلاثة، وإذا كان مشكل مع واحد راح يتنقلوا بطبيعة الحال لشخص آخر، تكون في كما نقول لك اتزان عاطفي
اتزان انفعالي كما نقولوا حنا راهي الاس قال قلب اللي كاين واحد اخر اذا صرا مشكل مع الزوج كاين الدوزيام كاين الطروازيام. نعم، ما هو شعور الشخص يعني الخائن افتراضيا وهو يخل بالتزامه تجاه يعني الشريك؟ بالنسبه للشعور نهضروا دائما على الحاله ديال الشخصيه الحديه انه ما راهيش كما نقول لك حاله اللي راهي واعيه بالذات تاعها ولا بالسلوكات اللي راهي تقوم بها، هي دائما تقوم بمبررات تقول باللي انا عندي الحق، انا مديت له كلش هو ما مد لي والو، انا مديت له هو ما مد لي حتى حاجه، رغم انه زوج يعطي لها كما نقول لك الحق ديالها، ما بصح هي الفارغ العاطفي تاعها وهي اللي تخليها ولا يوهمها باللي انه ما راهيش تدي الحق تاعها، سي بور سا تعطي مبررات وتعطي كما نقول لك سلوكات ولا تعطي مبررات تقول باللي انا كي دار لي هكا درت له هكا، لو كان ما دار ليش هكا ما درت لهش، بصح هذا التبريرات كامل تاع السوفيه، هي المشكل في الجانب النفسي تاعها وفي الفراغ العاطفي اللي تشعر به، هي غالبا انه الشعور بالذنب انه ما يكونش عندهم، تقول لك انا مانيش غلطه، انا من حقي هذيا وانا كما نقول لك خاصه اذا كان عندها مبررات في الجانب الجنسي مع زوج تاعها، اذا كان عندها مبررات تقول لك باللي ما راهوش كما نقول لك يعطيني واش نسحق راهو يدي واش يحب اكسيتيرا، هذه الامور كامل مبررات بالنسبه لها نفسيه.